أشكل احتجاج نائب الإقليمي منذ أن وصل إلى نيابة تيزنيت لم يذكر قط على فمه أو في كتابتي أو في براغتي اسم الشغيرة التعليمية، لأن نحن النقابات ممثل الشغيرة التعليمية بقوة القانون بوز منه. بطبيعة الحال أول حادثة هي منع النقابات التعليمية من استغلال سي دي بي، وقال في الرد ديالو جوابا عن الوزارة بأن سي دي بي مخصص للأيام الدراسية والتكوينية ماشي العمل الحزبي والنقابي. ولكن تفاجئنا من بعدها الرد ديالي خلى النقابة هي جمعية مديرين التعليم الابتدائي داروا تجمع في سي دي بي، كذلك في دارالية جمعية الآباء ذات جديد سي دي بي، كذلك حوالي 400 طلبة ممرضين داروا لقاء تماك، طواف مشاركين في طواف المغرب بالدراجات داروا يومين تماك، كذلك بعض السياح اللي جاوا واحد المنطقة والوسط الوطني كانوا تماك. إذا فينا هو هاد الخط أحمر لي على جميع الناس؟ إلا تالي التعاون التقائي هو دليل على أن النائب الإقليمي يريد تهميش أن وجهة النيابة وقراءة المذكرات هي تأويل خاص. ها هما انفردوا بالتشغيلة التعليمية ممثلي النقابات ولينا كنطلبوا وضعية المؤسسات. هناك تأكد من طرف رئيس المصلحة والنائب ما عطاوناش وضعيات ولا مذكرات ولا بنيات، حتى أنهم البنيات التربوية داخل المؤسسات عرف التغيير ماراطوني من 2-3 تغييرات البنيات. هناك أسماء معينة المكاتب كيعطي توجيه خطير ما عمرنا ما عرفنا، وهو منع كليا التعامل مع النقابات اللي بغا شي حاجه يجي عندي. حنا سابقا كنا في جميع نيابات الجهه ونيابات الوطن مسؤول نقابي من اجل مصلحه الشغيله التعليميه او التقرر كيمشي يوثق ويطالع الوثائق او ارقام تاجير او كذا، خصك تمشي عند رئيس المصلحه. الان الموظفين ديال المكاتب كنمشيو عندهم اصبحنا كاننا امراض معديه، ما كيبغيوش يهضروا معنا خوفا من ضرب المصالح من اجل الدفاع على بعض التعويضات. ان المسؤول تعرض للعنف المباشر ما تهملوش مع النقابات، وما ادراك بالموظف العادي استاذ جاي من الفلاح وكنعرفو بان الشغيلة التعليمية ديال تيزنيت اغلبها مستقرة في تيزنيت، كتجي تاخد الوثيقة او تقضي الغرض سيجي في الترخيص تصورو السادة جات باش تاخد الوثيقة في الدخول المدرسي قال لها سيري تلا فلاح غير ورجع يجي في الترخيص، علما ان النيابة الاقليمية خصها توفر التسهيلات اللازمة للموظف. وما ادراك بالخروقات الحالية قالوا لنا كاين احداث مؤسسات بالاقليم، مؤسسة مشلولة مازال ما كايناش، وهذا تخطيط اعوج واعرج كما قالوا هو امام اجتماع ديال المديرين. مؤسسات بجوج محدثة بدون موظفين، مؤسسات العرفان مسدسة ابتدائية بدون موظفين رسميين باش يخدم هذا المدير. فينا جميع مدرسة الدعم الناجح خصها عطور رسمية، مجالس خصها عطور رسمية، مجلس التدبير. واش هذا التدبير جاء احداث كنا كننتظروا احداث ويفك الاحتقان ديال الشغيله التعليميه اللي كانت منتظره سنوات باش تدخل مدينه تيزنيت؟ احداث ثلاث مؤسسات اكثر من 81 موظف ما دخلت واحد زيرو. ثانيا الان البارح كيوجدوا التكلفه داخل تيزنيت، كيقول لك الفائض الابتدائي في تيزنيت 24، والبارح كيتصلوا باش يكلفوا نساء محظوظات، وهذا خط احمر بالنسبه لنا. وهذا دعوه كذلك الناس متطوعون الناحيه القانونيه كمتضررين الشغيله التعليميه وكنقابات درنا طعن في الاحجار الرسميه ما كاين اللي جاوبنا، ما يمكنش دير تدبير الموارد البشريه وانت ما ديتيش الطعن ديال الحركه الاقليميه. عندنا منصب فيه طعن فيه 5 طعن ما جاوبش الشغيله التعليميه، والادهى والامر بكل وقاحه ضد الحاجيات قطعوا
وهذا خط احمر. الامازيغيه بغينا الدرس المعقوليه، بغينا الامازيغيه تطلع مؤسسه ابتدائيه تدرس، ماشي عايز نقف وحده، بغينا 12 يدخلوا، ماشي وحده جديده. هذا عيب. كاين 219 باش عمروا بلديه تيزنيت وحرموهم. في الاخير جاب كيقول لك معطى رسمي، هما اللي عطاهم حجيات. خصاص اللي عندنا في الرياضيات في التغيري 10 خصاص وتوزعوا تعيينات جديده ولا في السياسه الجهه. اكادير 16 تلوثان 17 نسكان 6 4 شو كيتبها تيزنيت واحد. علاش؟ واحد وحسنا علاش؟ حيت هادوك يقول لهم عندنا فائدين من الاساتذه ديال الفيزيك، وجيتو خمسه ديال الفيزيك وساكن اللي خراو العام اللي فات الرياضيات في الاعدادي وفشلوا في الكفاءه، كلهم سقطوا في الكفاءه الكتابيه لانهم كيدرسوا مواد ماشي التخصص ديالهم. وهاد المره قالوا لي لا، وباش يجي الاساتذه ديال الابتدائي يدرسوا في الثانويه وسط تيزنيت وكوا كره فيكم الاباء فيكم زوجو استاذ ديال التعليم الابتدائي يخدم في الاطار ديالو، الخاصه تحمل الدوله ماشي الاستاذ. وبالتالي هذا الخط الاحمر كنقولوها، بما ان المسؤول الاول في البلاد عطاهم صيرو، قال لهم صيرو التعليم وسكتوا سكتوا ما كاينش في الارض. كلشي دار شي معركه ماراثونيه في بدايه الدخول المدرسي من الاطار الاداريه، وكان الشعار الرازي خطاب صاحب الجلاله يلا عرفتوها دابا النقابات المركزيه داروا بيانات وسطروا فيه الخطوط والاكراهات كلها، ولكن ما كيستجب لهم الا بعد الخطاب اشد الناس. العكس تيزنيت نيابه كادير وتالو دامت وين زكان فتحوا حوار باش الشغيله التعليميه، حاولوا نهار الخصاص حاولوا كذا. تيزنيت كانوا كيتجاوبوا هاد الفرصه وعقراوا واحد القراءه ودرنا في الطاقوت والنقابات. النقابات ليس الشريك، لا، حنا ممثلي الشغيله التعليميه بقوه قانون وتحيه نظاميه.